السلام عليكم، اهلا بيكم في تجربه جديده على قناه عالم السيارات. دايما لما كنا بنروح ونزور معارض السيارات العالميه وخاصه الصينيه كنا بنشوف ماركه هافال، وكنا بنستغرب كصحفيين ليه ما حدش في مصر من الوكلاء فكر ياخد وكاله العربيه ديت، خاصه مع مستوى الجوده والاهتمام بالتفاصيل اللي كنا بنشوفه في ماركه هافال. لكن في شهر 7 اللي فات شركه غبور اعلنوا عن استحواذهم على وكاله العلامه الصينيه في السوق المصري، وقدموا لنا عربيتين جيليون والاتش 6، العربيه اللي تعتبر الاكبر والافخم والاكثر تجهيزا في مستوى الامان والرفاهيه من العلامه الصينيه. هافال موجوده يمكن في اكثر من 60 دوله وعملوا مبيعات كبيره جدا، وهي موجوده في دول قريبه مننا زي السعوديه الامارات ودول تانية كتير زي امريكا ونيوزيلندا وغيرها من الدول. انا حسن صالح من عالم السيارات، والنهارده هنجرب هافال اتش 6 الجديده. السلام عليكم، اهلا بيكم في تجربه جديده على قناه عالم السيارات. دايما لما كنا بنروح نزور معارض السيارات العالميه خاصه الصينيه كنا بنشوف ماركه هافال. هافال اتش 6 موجوده في السوق المصري باربع فئات، ومن وقت طرحها لحد دلوقتي اسعارها شهدت ثلاث زيادات مختلفه على العربيه، واسعارهم حسب اخر زياده سعريه هتكون الفئه الاولى 385000 جنيه، الفئه الثانيه 415، الفئه الثالثه 435، الفئه الرابعه 470000 جنيه زي الفئه اللي معانا النهارده. يلا بينا بقى نبدا في التجربه ونتكلم على الشكل الامامي للعربيه. من قدام هتلاقي عندنا مجموعه من التجهيزات الاساسيه اللي موجوده معانا ابتداء من الفئه الاولى، اولهم طبعا منظومه الاضاءه اللي بتكون LED بالكامل، وكمان هتلاقي فوانيس الشبوره اللي بتكون اكتف في المنعطفات، كمان السنسور بتاع الاضاءه والمطر. ابتداء من الفئه الثانيه هتلاقي حساسات الركن الاماميه والكاميرا الاماميه اللي هي جزء من مجموعه كاميرات حوالين العربيه، مجموعه 360 درجه، ودي اللي هتكلم عليها بالتفصيل بعد شويه. يلا بينا نتنقل بقى لجنب العربيه. لما نيجي نتنقل لجنب العربيه هنلاقي ان اول حاجه هنا حساسات نظام الاوتو بارك اللي موجود في الفئه الاخيره بس، بعد كده الجنوط العربيه اللي بتكون في جميع الفئات 18 بوصه، لكن في الفئه الاعلى بتكون 19 بوصه بتصميم مختلف. هنا هتلاقي المرايات اللي بتقفل كهربائيا ابتداء من الفئه الثانيه، لكن في الفئه الرابعه فيها نظام تسخين. الباب هنا بيفتح كيلس انتري ابتداء من الفئه الاولى، بالشيء يذكر بقى ده شكل مفتاح العربيه. نتنقل بقى لورا هنلاقي الازاز بتاع العربيه اللي بيكون فامي ابتداء من الفئه الاولى، الروف رايك برضو ابتداء من الفئه الاولى. كمان بقى الجزء الاهم منها الخلوص الارضي، في الحقيقه ما عنديش معلومه او رقم ثابت اقدر اقوله عن الخلوص الارضي، مش موجود في البروشور، لكن لطبيعه العربيه والتجربه اللي احنا عملناها لا العربيه عاليه عن الارض، لكن ما اقدرش اقول رقم محدد. الابعاد طول العربيه 4.65 متر، العرض 1.88 متر، الارتفاع 1.73 متر، قاعده العجلات 2.73 متر، ودي ارقام مناسبه جدا وهتنعكس على المساحات الداخليه للعربيه، وده هنشوفه لما نخش جوه العربيه. لو خدت بقى الارقام ديت وقارنتها ببعض المنافسين فهنلاقي ان العربيه ديت اقل في الطول والعرض والارتفاع مثلا من الجيتور اكس 95، لكن في المقابل هي اكبر من في الطول والعرض والارتفاع من الام جي اتش اس. من الخلف هتلاقي برضه مجموعه من التجهيزات الرئيسيه اللي موجوده معانا ابتداء من الفئه الاولى، زي منظومه الاضاءه اللي بتكون ليد، الكاميرا الخلفيه، حساسات الركن الخلفيه، لكن ابتداء من الفئه الثانيه هتلاقي ان الشنطه بتقفل وتفتح كهرباء. فخلينا نفتح الشنطه كده ونشوف مساحتها، هتلاقي مساحتها 600 لتر، ودي مساحه مناسبه جدا مقارنه بمنافسينها في فئتها. كمان هتلاقي هنا مخرج باور 12 فولت، وده مش موجود غير في الفئه الاخيره. كمان في مساحات بقى تخزين جانبيه كده عشان انت لو معاك حاجات صغيره وعايز تخزنها. نقفل العربيه كده الشنطه، يلا بقى نخش جوه العربيه ونشوف المساحات الداخليه والخامات بتاعت العربيه. اول حاجه طبعا هتلفت نظرك هنا المساحات الكبيره اللي موجوده في الكنبه الخلفيه. شايفين يا جماعه المسافه ما بين ركبتي ونهايه الكرسي قد ايه؟ على فكره انا يعني الكرسي ظبطه على وضعه الطبيعي، فالمساحات طبعا هنا كبيره جدا. طبعا ده نتيجه لقاعده العجلات العربيه الكبيره اللي هي طولها 2.73 متر سنتي. عندنا بقى هنا كمان مجموعه من التجهيزات الكرسيه اللي بتبقى موجوده ابتداء من الفئه الاولى، زي نقط الايزوفيكس لتثبيت مقاعد الاطفال، فتحات تكييف الخلفيه اللي موجوده هنا، في هنا اثنين يو اس بي، هنا نفق الفتيس منعدم ملوش اي اثر خالص هنا، فلو واحد قاعد في النص هيبقى قاعد بمنتهى الاريحيه. هنا هنلاقي مسند يد خلفي واثنين كاب هولدر، بس ده موجود معانا ابتداء من الفئه الثانيه. كمان هنا الفرش بتاع العربيه اللي بيكون جلد برضه موجود معانا ابتداء من الفئه الثانيه. ولو جينا نتكلم عن الخامات هتلاقي هنا ان في الباب فيه تطعيمات من البيانو بلاك، في المخدع هنا كسوه من الجلد، في الباب هنا كمان في كسوه من الجلد. في الحقيقه هم مهتمين جدا بالخامات والتفاصيل بتاعت العربيه. النقطه اللي عايز اختم بيها هنا هي
السانوف، فتحه السقف، سقف البانوراما اللي موجوده هنا، اللي بتبقى موجوده عندنا ابتداء من الفئه الثالثه والرابعه بس. يلا بينا بقى نتنقل قدام ونشوف ابرز التجهيزات في المقصوره الاماميه. اتنقلنا لقدام. اول حاجه هتلاحظها وتحسها ان هافال اعتمدت على المدرسه الاوروبيه في تصميم المقصوره الداخليه، فهتلاقي هنا ان الخطوط مريحه جدا للعين وبتديك احساس بالوسع، وكمان مع خامات عاليه وبتديك احساس بالنعومه لكل حاجه ايدك بتلمسها. ولو جيت اتكلم بشكل تفصيلي اكتر واتكلمت من ناحيه اليمين، فهتلاقي ان في مساحه تخزينيه هنا لقدام الراكب الامامي، كمان هنا في خطاف تقدر تعلق فيه اي حاجه تكون معاك لو صغيره. الجزء الاهم طبعا الشاشه الوسطيه اللي بتكون في كل الفئات 10.4 بوصه، لكن في الفئه الاعلى بتكون 12.3. عن طريق الشاشه دي انا بقدر اتحكم في كل وظائف او معظم وظائف العربيه ونظام الامان والترفيه، فمثلا وضعيه القياده اللي بتكون من 4 اوضاع، الايكو والسبورت والسنو والستاندر، كمان وظائف ايقاف وتشغيل المحرك لو العربيه واقفه في اشاره المرور، ودي طبعا بتقلل من استهلاك البنزين. كمان وظائف الترفيه اللي موجوده في الشاشه، ابل كار بلاي واندرويد اوتو وبلوتوث. ما ننساش كمان ان عدد السماعات الموجودين في العربيه في كل الفئات بتكون 8 سماعات، لكن الفئه الاولى بس هي اللي بتكون 4 سماعات. تحت الشاشه هنا هنلاقي فتحات التكييف المدمجه اللي واخده عرض التابلو بالكامل، وشكلها في الحقيقه مميز جدا. بعد كده هنلاقي هنا تطعيمات من الجلد، تحت شويه مجموعه زراير تقدر تتحكم فيها في مجموعه من الوظائف، زي مثلا لو انا عايز اخلي الكاميرا مفتوحه على طول وانا سايق او اقفلها، زرار الانتظار اللي مكانه مناسب جدا لجنب ايديا. تحت شويه هنلاقي هنا الشاحن الوايرلس، بالمناسبه ده مش موجود غير في الفئه الاخيره. في تطعيمات هنا كتيره من البلاك بيانو، والجزء ده تصميمه بيفكرني كده بالالنترا. هنا هنلاقي 2 كاب هولدر، على الشمال هنا هنلاقي سويتش اللي بيقوم بوظيفه الفتيس، شكله مميز جدا برضو. هنا فرامل اليد الكهربائيه الاوتو هولد، هنا ندوس هنا مساحه تخزينيه معقوله جدا. هنا بقى هنلاقي كمان اليو اس بي للراكب الامامي وللسائق، لكن مكانه يعني صعب جدا، يعني صعب شويه بالنسبه لي يعني. هنا كمان ناحيه الراكب الامامي في مخرج كهرباء 12 فولت، هنا كمان في مساحه تخزينيه واخده شكل نفق كده، مساحه تخزينيه معقوله جدا يعني. لما نيجي نتنقل بقى هنا للجزء الخاص بالسائق، هتلاقي اول حاجه الدركسيون اللي تقدر تظبطه في 4 اتجاهات مختلفه. كمان هنا هتلاقي الطاره اللي بتكون مكسيه بالجلد لكن ابتداء من الفئه الثانيه، وفيها خاصيه التسخين لكن ده في الفئه الاخيره بس. قدامك هتلاقي شاشه العدادات اللي بتكون موجوده في كل الفئات طبعا 10.25 بوصه، اللي من خلالها بتقدر تعرف معلومات كتير عن العربيه زي كمبيوتر الرحلات، نظام مراقبه ضغط الهواء. شمال الدركسيون هنا هتلاقي 4 زراير، زي زرار مثلا تشغيل في حاله لو انت نازل على طريق منحدر، تفتح او تقفل الاي اس بي، نظام ضبط الاضاءه، واخيرا تقدر تفتح كمان الشنطه من خلال زرار موجود هنا. شمال هنا هنلاقي الباب اللي بتقدر تتحكم فيه، الزرار الموجوده تقدر تتحكم فيه في المرايات كهربائيا، كمان الازاز اللي تقدر تتحكم فيه من خلال دوسه واحده بيفتح بالكامل، لكن ده ابتداء من الفئه الثانيه بس. هنلاقي كمان عندنا في العربيه مثبت السرعه وامبيت لايت ابتداء من الفئه الاولى، لكن الامبيت لايت بيكون لون واحد وبيبقى الوان متعدده في الفئه الاخيره. مجموعه بقى من الاوبشن بتبدا معانا ابتداء من الفئه الثانيه، زي ان درجه الحراره بتاعه التكييف بتكون لمنطقتين، كرسي السواق بيكون كهرباء، الفرش بتاع العربيه بيكون جلد، المرايه بتكون ذاتيه التعتيم، مثبت السرعه بيكون نظام ذكي حسب السرعه المناسبه ليه. كمان في مجموعه من الاوبشن بقى لكن موجوده في الفئه الرابعه بس، زي ايه؟ زي ان كرسي الراكب الامامي بيكون كهرباء، الكراسي الاماميه بيكون فيها تسخين، كمان لسه قايله من شويه الشحن الوايرلس بتاع الموبايل، الهيد اب ديسبلاي. في حاجه بس كمان نسيتها بس موجوده في الفئه الثانيه، ابتداء من الفئه الثانيه، ان الكراسي الاماميه بيكون فيها تبريد في فصل الصيف. طيب بدانا نتحرك بالعربيه وهنبدا نتكلم كده شويه عن الموتور الهافال الاتش 6. طيب الموتور بيكون 1.5 لتر تيربو، اقصى قوه بيطلعها 152 حصان و233 نيوتن. الموتور ده متوصل بفتيس دول كلاتش، لكن بيكون من النوع الويتس
اللي سمعته طبعا بتكون كويسة في النوع ده من الفتايس، وبتكون من 7 نقلات، وتقدر تتحكم فيهم طبعا يدويا من خلال الشيفت بالانس اللي موجودة وراء الدركسيون. لو خدنا الارقام دي وقارناها ببعض العربيات اللي بدأت معانا التجربة من البداية زي الجيتور والام جي، فهنلاقي ان الجيتور بتكون موتورها 1.6 تربو، لكن بقوة اكبر بتكون 197 حصان، ومعاه فتيس شبيه للفتيس دوت. طيب العربية التانية اللي هي الام جي الاتش اس بتكون ساعتها زي الهافال 1.5 لتر، لكن برضو بقوة اكبر بتكون 169 حصان، وفتيس مشابهة للعربيتين اللي احنا ذكرناهم في البداية. بعيدا بقى عن الارقام، لو اتكلمنا على اداء الموتور والفتيس، بصراحة خلال تجربتي مع العربية اداء الموتور والفتيس كانوا كويسين جدا جدا معايا. ولو جيت اتكلمت بقى ان في مثلا في ناس كانت بتقول في لاج او مفيش لاج، طول ما انا طالع بالعربيه من السكون وبتحرك بشكل تدريجي انا مش حاسس باي لاج، لكن لو انا بدوس كيك داون مره واحده بحس بلاج في الطلعه، بس بيكون لاج بسيط جدا، وساعات بحسه وساعات ما بحسوش. ده بشكل عام انطباعي عن الموتور. نقطة مهمة كنت عايز اتكلم فيها كمان، وهي نظام التعليق في العربية. هافال وفرت للH6 نظام تعليق امامي زيها زي كل العربيات ماكفيرسون، لكن النظام الخلفي مالتي لينك، وده بيفرق جدا عن نظام التورشن بيم اللي منتشر في بقية العربيات، لكن نفس المنظومة ديت هي اللي موجودة في الام جي وفي الجيتور. لكن نقدر نقول ان اثناء تجربة القيادة تعامل العربية مع الطريق كان متزن جدا، يعني مش حاسس بأي إزعاج وأنا ماشي. لكن النقطة الملفتة هنا جدا واللي كنت قلقان منها هي فكرة الدبدبة اللي بتبقى موجودة مع الجنوط ال 19 بوصة. هنا في الحقيقة أنا ما حسيتش بيها خالص، نتيجة إن بروفايل الكاوتش كان عالي، وده بيخلي طبعا إن هو بيمتص بيدي مساحة لامتصاص الصدمات من عيوب الطريق، وده طبعا خلى إن انعكس على العزل اللي موجود جوه العربية. يعني العزل كان بصراحة كويس جدا وانا ماشي، حتى على السرعات العالية في بعض الطرق السرعات العالية كنت بحس طبعا بصوت الهواء، لكن وصلني بشكل مش مزعج وبشكل بسيط. نقطة كمان حابب اتكلم فيها وهي استهلاك البنزين. سوقت العربية على مدار 5 ايام سجلت ارقام متفاوتة، اقدر اقول ارقام بعينها ان سجلنا ارقام تتراوح من 8 لـ11 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة. ده طبعا مع السواقة في سواء طرق سريع جوه البلد في الزحمة، دي الارقام اللي احنا سجلناها. نقطة من نقط القوة اللي موجودة في العربية وهي مسألة الامان. طبعا هافال H6 اهتمت بلستة كبيرة جدا من عوامل الامان اللي موجودة في العربية والانظمة المتطورة طبعا، لكن العربية دي ما خضعتش لاختبارات التصادم الاوروبية زيها زي منافستها طبعا من الجيتور، لكن عكس مثلا ام جي الاتش اس اللي خضعت لاختبارات التصادم الاوروبيه وحصلت على 5 نجوم كامله. طبعا لو جينا اتكلمنا بقى على انظمه الامان بالتفصيل، في لسته كبيره جدا في موجوده في العربيه. طبعا انظمه القياده المتعارف عليها في عربيه زي كده هتلاقي الاي بي دي، الاي بي اس، الاي اس بي، لسته كبيره جدا، لكن انا تحديدا هركز على الكاميرا ال 360 درجة اللي خلتني وانا سايق في الطريق انا كاشف العربية كل اجزاء حوالين العربية انا شايفها وانا ماشي. يعني مثلا لو دخلت بمجرد ما انا بحود الدركسيون اليمين او بدي اشارة يمين، الجزء اليمين بتاع العربية بيكشف لي اي حاجة حوالين العربية. كتير مننا بيبقى داخل مثلا طريق او ماشي او داخل اي شارع في مثلا حجر او في اي حاجة موجودة وهو مش واخد باله منها، هنا انا ما عنديش مشكلة خالص سواء يمين او شمال. كمان انا داخل مكان ما بين عربيتين ومساحة ضيقة، هي على طول بتبدأ تزمر لي وتكشف لي الطريق بشكل كامل، فانا ما عنديش اي مشكلة في الجزء دوت. فالكاميرا بصراحة كانت ممتازة في الجزئية ديت. نقطة من النقط برضو المهمة اللي هي وانت ماشي في الطريق لو حد عدى فجأة قدامك، هي العربية بتفرمل لوحدها. حاجة تانية كمان عجبتني في العربية جدا وهي الخروج من المسار. انت لو ماشي في طريق عادي وخرجت من المسار، لا هي بتنبهك، مش بس بتنبهك، دي كمان بترجعك للمسار اللي انت كنت ماشي فيه، بتقلك الدركسيون كده شوية، ودي بتنفع لو حد مثلا سايق العربية وفجأة
سرح شويه ولا حاجه، فبيلاقي في زي فايبريشن كده في الدركسيون، فبيبدا ينتبه وهي بتبدا ترجعه تاني للمسار اللي هي كانت ماشيه فيه. الانطباع العام عن العربيه، اقدر اقول ان تجربتي مع الهافال كانت تجربه ممتعه، وده راجع لان انا بسرعه بدات، يعني اول ما استلمت العربيه وبعد اول يوم او تاني يوم بدات اخد على العربيه، وبدات احس ان هي في سهوله كده وفي تناغم في كل الاوبشنز اللي بدات استخدمها في العربيه. لكن عايز اقول ان يفضل ان دي عربيه جديده، مع وكيل قوي، لكن لازم نبدا نراقب ادائها من خلال الملاك، مش الاعتماد على تجربه تمت على مدار 4 أيام أو 5 أيام، ده مش كافي ابدا يا جماعه. وعلى الوكيل انه يبدا يعمل يراقب كل مشكله تحصل وانه يحلها بسرعه، لان في زمن الفيسبوك المشكله بتنتشر بسرعه الصاروخ، وبرضه الاستجابه بحل المشكله وحلها بتنتشر بسرعه الصاروخ، وبتدي ايجابيه كبيره جدا وطمانه للناس اللي عايزين يشتروا العربيه. اخر حاجه حابب اتكلم عليها وهي الضمان بتاع العربيه. الوكيل بيوفر العربيه بضمان 5 سنين او 100,000 كيلو، لكن في المقابل هو ضمان اقل من المنافسين اللي بيوفروا عربياتهم بضمان 6 سنين او 150,000 كيلومتر. دي كانت تجربتي مع الهافال، يا رب اكون قدرت اقدم تجربه تكون كويسه ومفيده للناس. سامحوني لو كنت نسيت اي حاجه عن العربيه، ويا ريت تقولها لي في الكومنتات، وان شاء الله اشوفكم في تجارب جديده قادمه باذن الله. سلام عليكم.